عايزة أبدأ كلامي معاكم النهاردة برسالة خاصة لجمهور الزمالك. ليه؟ لأن جمهور الزمالك بيثبت كل يوم إن هو جمهور بجد من نوع خاص. يعني لما بقول لك كلمة جمهور الزمالك غير، أنا بأعني الكلمة حقيقي. ليه؟ لأن الجماهير دي دايما موجودة لما النادي بيحتاج لها. امبارح مثلا للأسف الزمالك خسر مباراة سموحة، ولكن لا احنا لقينا ما شفتش مثلا الجماهير بتهاجم اللعيبه بعد الماتش، بالعكس كانت كلها رسائل تقدير ودعم ومسانده، لان مدركين جدا، وده اللي بيميز جماهير نادي الزمالك ان هم مدركين مدركين، يعني ما يهاجموش من اجل الهجوم وما يدعموش من اجل الدعم، لا هم عارفين، هم واعيين كويس قوي هم بيعملوا ايه، يعني عارفين امتى في الوقت ده الفريق ليه محتاج الدعم. يعني انت عندك ماتش مهم جدا جدا يوم الاحد الجاي قدام نهضه بركان في ذهاب نهائي الكونفدراليه الافريقيه، فهم عارفين ان في الوقت ده احنا ضروري ندعم عشان فرقتنا محتاجه لنا دلوقتي، عشان احنا عندنا مباراتين يعني مهمين جدا في مسيره الزمالك، وعندنا بطوله مهمه جدا، فعارفين ان ده مش وقت ان انا اقعد احطم في الفريق واقعد انتقد واعمل حاجات كتير. هم مدركين حاجه زي كده وعارفين قيمه الدعم والمسانده في الاوقات اللي زي دي بالذات. واحنا مباراه سموحه كان عندنا فيها اخطاء واعترف بيها جوزيه جوميز بعد الماتش، خصوصا بسبب فكره عدم استغلال الفرص في اللقاء واهدار اكتر من هدف. وانا بيعجبني تصريحات جوميز وتاكيده ان هو بيتحمل مسؤوليه الخساره بالكامل، ورده كمان على انتقادات التشكيل امبارح وعدم مشاركه معظم الاساسيين او ان هو ما بداش بالاساسيين في المباراه. واتكلم ان الزمالك بالفعل كان متحكم في احداث الماتش، ولكن فكرة ان انت ما قدرتش تستغل الاستحواذ ده وما قدرتش انك انت تسجل، دي كلها اعترافات جوميز في المؤتمر. وقال كمان ان هو عدم الدفع باللاعبين الاساسيين ده قراره هو، وهو اللي بيتحمل مسؤوليته بالكامل، وقال ان هو اللي اختار وان هو وضح جدا فكرة ان هو اختار التشكيل الانسب للماتش، وان هو ما دفعش بالاساسيين في المباراه بسبب ضغط الماتشات. احنا بنتكلم على انت كنت لسه اول امبارح مخلص ماتش البنك الاهلي وقدرت ان انت تكسب في الماتش، وده كان وقته قليل جدا في فكره الاستشفاء، كان صعب جدا، انت ما فيش وقت، ضغط مباراه بشكل كبير جدا، وانت عندك ماتشات مهمه جدا، وماتشات البنك الاهلي مش من الماتشات السهلة اللي لا، واحد من الماتشات برضو اللي خدت منك ضغط كبير جدا جدا، خاصة زي ما قلت لكم هي ما كانتش مباراة سهلة، يعني أو مش من المباريات اللي عدت بسهولة أو كسبت فيها بسهولة يعني. فهو قال إن هو خاض مباراة من 72 ساعة وده وقت قليل للاستشفاء، وأشاد بأداء شحاتة اللي لعب في مركز جديد عليه وهو الظهير الايمن، لكنه قال ان هو قدم ماتش جيد جدا، ودي حقيقه فعلا، شحاته كل ماتش عن التاني بجد بيثبت نفسه. كلام مهم بياكد ان عندك مدير فني عنده فكره، ومدير فني مهتم جدا بكل صغيره بكل كبيره بجد جوه الفريق. قد تختلف معاه، قد تتفق معاه، ولكن في النهايه انا دايما بقول هو المدرب. هو المدرب، واحنا لازم نحترم افكاره، خصوصا اني انا في النهايه مثلا لما اجي اقول لك او انا بنتقد مثلا جوميز في بعض النقاط، انت في النهايه مش تيجي تحاسبني، انا مش المسؤوله. في النهايه هو المسؤول الاول والاخير عن الفريق.